اليوم جبت لكم منحة جديدة تكون من خلالها، يعني إذا كنت مقبول إن شاء الله راح يعطوا لك يعني منحة باش تخلص لي بينيفيتس تاع الايلس. الايلس ما كاش ميعرفوش، ايلس هذه انترناشونال انجلش لانجويج تيست سيستم، يعني سيستم تيست لانجويج انجلش انترناشونال. انا قريتها لكم بدو كوتي، دونك هي برنامج اختبار اللغه الانجليزيه العالمي، يعني العالمي ولا انترناشونال يعني الدولي. هذه شهاده يمكن لك من خلالها يعني التقبل في تقبل في الفيزا، في لي دومون تاع فيزا، في بزاف امور مليحه، ومنها ثاني شغل تعاونك بزاف امور وغراتويتمون، باسكو هذه المنحه تعطيك دراهم باش تخلص هذه لي بينيفيتس تاع لي تيست اونغلي هذه تاع الايلس. وبزاف الناس اللي الدخل تاعهم اقل في 200، لا بليبار نقولوا لا بليبار اقل من الشهريه تاعتهم ما توصلش 250 دولار. دونك هو از اليجال، يعني هو از افايلابل، هو از افايلابل اور اكسبتد. ا فولوينج ستودنت ويل بي كونسيدرد تو ابلاي فور ذا سكولرشيب او ريورد، يعني الناس اللي عندها، شكون الناس اللي مقبوله في هذه المنحه؟ هي الناس اللي عندها under يعني اقل من 32 سنه، اقل من 32 سنه. ديجا راني ترجمت لكم الاعلان الرسمي تاع المنحه. من هو المؤهل؟ سيتم النظر في الطلاب التاليين لتقدم الحصول على جائزة المنحة. المرشحين دون السن 32 سنة، تم مسح يعني السنة الدراسية بنسبة 75%. هنايا الناس اللي عندهم مثلا كما هنا في الجزائر لا نوت على سور 20، دونك يقدر يحولها الى بيرسونتاج. كاين واحد الموقع الكتروني ان شاء الله راح نخليه لكم ان شاء الله، اذا لقيتو ان شاء الله، اذا لقيتو راح نخلي لكم في الديسكريبشن باش تحولوا النقاط تاعكم الى بيرسونتاج. دونك السنة الثانوية لازم تكون جايب الباك بنسبة أقل بنسبة 75% على الأقل. تم مسح الدورات الجامعية بمعدل 3 جي بي اي. هنا ما كاش في الجزائر، ما يعملوش بها في الجزائر، ولكن راح إن شاء الله نتطرق، أو تقدر تشيرشي في اليوتيوب ثاني كيف تحويل البوان جي بي اي فور ألجيريان، تلقاها نورمال، تلقى الموقع الإلكتروني على الأقل. طلاب فصل دراسي السابع والثامن مؤهلون أيضا، ويجب عليهم تقديم نسخة من الفصول السنة الأولى مع المعدل التراكمي الأكبر من 3.0. دونك اوكي ماشي مشكل. لم تظهر للامتحان ايلس من قبل، يعني لم تجتاز الامتحان الايلس من قبل، إذا كنت مفوته من قبل ما تقدرش تعاود تجتازه. دخل العائلة لازم يكون أقل من 250 دولار أمريكي في الشهر كما هدرتكم. كشوف حسابات الأسرة، هذه كاع من بعد كي تنجح إن شاء الله في هذه المنحة، من بعد توري لهم باللي الأب تاعك ولا الأم تاعك ولا أنتايا عندك يعني أسرة ولا ما باليش أنايا، مهم عندك دخل تاعك أقل من 250 دولار، أو إذا كان عندك دخل أقل أكثر من 250 دولار وري لهم باللي راه عندي شغل نخلص الضرائب ومنه، وشغل ما عنديش يعني ما تقدرش تمكني باش نخلص هذا المنحة، مش مشكل. تغطي منحة الرسوم اختبار الايلس كما قلت لكم، دفع الرسوم الكاملة لامتحان الايلس وفقا لمجلس البريطاني او الاي او او اي او او عند او اي اسعار منظمه اخرى لاختبار الايلس. سيتم دفع الرسوم الكامله للامتحان في الحساب المصرفي للمترشحين الناجحين في غضون 45 يوما من اعلان النتيجه النهائيه. صح، كيفية التقديم؟ يتعين على المترشحين المؤهلين ملء النموذج الطلب عبر الانترنت، متاح أدناه للتقدم بطلب للحصول على منحة الإعفاء من الرسوم الكاملة لاختبار الايلس. موعد نهائي للتقدم بطلب الحصول على المنحة منحة الايلس هو 30 أغسطس 2020. دونك هنا عندك المدة باش
باش تابلاي في هذه المنحة اللي بيرفكت، يعني بيرفكت، يعني يعطوك دراهم وهما يعطوك الشيك بنكي، هما يديروا لك كلش، ما يسحقوا منك والو، يسحقوا منك ايه تفاصيل باللي راه ما عندكش دراهم باش تخلص لايلس. دونك اوكي، دوكا اوكي، نفوتو لابليكاسيون. دونك لابليكاسيون هي دايره كيما هكا، هذه هي، هذا هو الموقع الرسمي. راح ان شاء الله نخلي لكم في الديسكريبشن ايلس تيست فري سكولرشيب، راه من الموقع الرسمي ايلس ديت، راكم تشوفوا 2020. دونك هذه اللي ترجمتها لكم اون فرونسي، هي اون انجلي، ترجمتها لكم اون عربيه، اون عرب. دونك معليش، دونك هنايا ورا الصفحه، هذا تطلع الصفحه. دونك ما ديريهاش بيا الانترنت، ما ديريهاش بيا سيل فو بلي، راني روطار بزاف. دونك نصبر حتى تطلع الباجا. دونك راح تطلع، نستنى حتى تطلع الباجا ونعود نرجع لكم. هاي طلعت الباجا خاوتي، مرحبا بكم اجين. دونك هذه هي لابليكاسيون، راكم تشوفوا لابليكاسيون هذه هي ايلس فري كوفريج سكولر شيب. دونك هنا قال لك هاو اولد ار يو، يعني ما هو يعني العمر تاعك. العمر تاعك بيان سور يكون اقل من 32 سنه او 32 سنه، لكن اكبر من 30 سنه، اوفر 32 سنه ما يقبلوكش. دونك حنا نديرو اندر 32 سنه. دونك هنا تخير، تتخير دونك تتعمر. هاو ماتش از يور توتال فاميلي انكم، يعني الدخل العائلي تاعك شحال في الشهر. بيان سور قلنا اندر 250 دولار، باسكو كنت قلت ندير اوفر 250 دولار راح ان شاء الله شغل راح ما يقبلوكش، بصح ان شاء الله يقبلوك ودير اندر 250 دولار، باسكو كان دير اوفر 250 دولار راح ما تتقبلش، باسكو هذه هي القوانين المنح. هاو ماتش انكو تاكست يور فاميلي باي سيلكتيفيتي، يعني هاو ماتش، يعني شحال يعني الدخل. هاو ماتش انكو تاكست يور فاميلي باي كوليفري، هذه يعني ما فهمتهاش اكزاكتومون واش معناها، بصح ما باليش واش هي. نروحو ديريكتومون، نروحو تراديكسيون ونروحو نديرو اونغلي وراح نديرو سيليكسيوني. سيليكسيوني ومن بعد يدير قال لك مقدار ضريبة الدخل التي تدفعها عائلتك بشكل إجمالي. هذه شو كنت نقول لكم، يعني ديروا الضرائب اللي راكم شحال كنتوا تخلصوا الضرائب، هكا ديروا مثلا هنايا الضرائب اللي كنتوا تخلصوها مثلا 400 مثلا 400 ولا 4000 دولار. دونك 4000 دولار صحيح. هنايا مثلا واتش كونتري يو بيلين فروم، دير الجيريا، ام فروم الجيريا مثلا. اذا كنت اي ايجيبسيان دير ايجيبسيان، اذا كنت مثلا مروكي دير ماروك، نو بروبلم. قال لك سيليكت ذا ايلس تيست سكولرشيب تيب، يعني هنايا انا فول، يعني يخلصوا لك كلش، بارتنر يعني يخلصوا لك غير نص المنحه، اذر يعني حاجه اخرى. نديرو حنا فول، يخلصوا لك كلش في المنحه صح. قال لك سيليكت يور هاي سكول سكور، سكور صح. هنا يشكل لك، هنا القانون يشكل لك، قال لك لازم ما تكونش اقل من 75%، ولذلك راح نديرو حنا 75%. ما ديرش اوفر، دير اوفر معليش، كي دير اوفر مش مشكل، كي دير اوفر مليح، بصح حنا راح نسيليكسيوني على 75%. رانا جينا على جي بي اي، جي بي اي هنا لازم دير، قا اذا ما كانش لا نوت تاعك، لكن نوت تاعك
اقل من 3.0 جي بي اف، لازم تختار ثروة اكبر من 3.0، اندر اقل من 3.0، كنا غير مقبولين اقل من 3.0. دير انتيا 3.2، دير 3.2 صح. ومن بعد تكليكي هنايا واتش اب هنايا، هذه هي المقالة يا جماعة، لازم تكون على بالكم. هذه المقالة هي النيسيسار، لازم تقراها مليح. قال لك provide 800 word of your study plan of a research proposal، يعني هنا يقول لك اذكر لي الخطة البحث الدراسية تاعك في 800 وورد، يعني لازم تذكرهم باسكو هذه هي المقالة اللي راح يقبلوا بها المنحة الدراسية هذه تاع الايلس فور فري، اند منها ديريكتومون راح ان شاء الله تكون اسكو مقبول او مش مقبول. ب 90% ان شاء الله تكون مقبول، بارسكو ان شاء الله راح نوريت لكم يعني كاع الخصائص تاع هذه المنحه. وميرسي بوكو، وان شاء الله نكون افدتكم. وما تنساوش سبسكرايب وجم وبارتاج بور لي زامي اللي حوسوا على الايلس باطل، اللي رايحين يحوسوا ان شاء الله، والله رايحين يبدلوا حياتهم ان شاء الله في السفريات.